سيادة الفريق، لو عدنا إلى الداخل في الجيش المصري، الأمور العسكرية، المشير طنطاوي قبل أن تقلد منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي كان ماسك الحرس الجمهوري، قبلها ماسك الجيش الثاني الميداني إسماعيلية، قبلها كان في فرقة 16، قبلها كان مبعوث عسكري أو المفد الملحق العسكري لمصر في باكستان وأفغانستان، يعني تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة. على التوازي مع ذلك كان في تصريح لرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيه اللي ما خدمش مع المشير طنطاوي مش هيعرف خدمة أو مش عارف خدمة في القوات المسلحة عاملة إزاي. حضرتك كان ليك احتكاك مباشر بكل تأكيد مع المشير طنطاوي، اوصف لنا كلمة الرئيس السيسي، يعني إيه اللي ما خدمش مع المشير طنطاوي ما عرفش الخدمة العسكرية أو مش هيقدر يعرف المشير طنطاوي تحديدا؟ شوف، طبعا انا كان ليا شرف في الخدمه مع الاثنين، المشير طنطاوي وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهتكلم على سياده المشير طنطاوي. المشير طنطاوي كان مدرسه في كل شيء، مدرسه في العسكريه، ومدرسه في القياده، مدرسه في الحياه، مدرسة في فنون الحرب والقتال، يعني تنهل من علمها وتلهن من شخصيتها وانت بتتناقش معها. وكان مستمع جيد جدا قبل ما ياخد القرار الجيد جدا، وده كان بيديك يعني مساحة من انك انت تعرض رأيك على سيادة المشير طنطاوي الله يرحمه، وكان يستمع لك ويستفيد في الاستماع ويناقشك في كل صغيرة وكل كبيرة. وكان في ميزة كبيرة جدا ان هو لو لقاك على حق يوافق ولا يحيد عن الحق ويساعدك. الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كان مدير المخابرات الحربية في وقت صعب جدا 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 جدا، البلد فايرة واتجاهات كتير في الشارع المصري، مطلوب جمع معلومات عنها، مطلوب تحييدها في الشارع المصري، مفروض تفادي الوقيعة من الشعب والجيش. يعني عايز اقول لحضرتك ان الشخصيتين دول اثروا في تاريخ مصر تأثير كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت حموا مصر، والمجلس العسكري بالكامل كله كان على قلب رجل واحد. وده اللي نجح المجلس العسكري في حماية مصر، وبعد كده نجح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30/6. الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ان هو يستقطب الشعب في صفه وفي صف القوات المسلحة وفي صف مصر قبل ما يتحرك في 30/6. فكل واحد فيهم أدى واجبه على أكمل وجه. بس المشير طنطاوي حضر حرب 67 وحرب 73 وحرب الاستنزاف وحرب الخليج، يعني حضر كل الحروب، وكل حرب بتتعلم منها حاجة وبتثقل فيك حاجة. فكان هو الخبرة، وكان هو القوة، وكان هو المصرية، وكان هو الوفاء والانتماء لتراب أرض مصر.